السلام عليكم أصدقائي وصديقات، شنو أحوالكم؟ لاباس؟ الصحة بخير إن شاء الله، ربي يداوم علينا نعمة الصح. رجعت اليوم معاكم في دبارة إن شاء الله تعجبكم، هذه عملتها باللي عندك في الدار. شوف ما شبه ومحلاها منظرها بالخبز البيت اللي هو الخبز القديم. عملت به ديميني ساندويتش بنان ومغذيين وينفعوا برشا، ونجموا نتناولوهم في اي وقت، لمجة والا فطور صباح والا تحريش العشية. طوع على بركة الله باش نبداو البنات في الفيديو متاعنا. كما تراو لهنا البنات، خديت الخبز متاعي قصيته رونديلات، دي رونديل كما تراو، السمك متاع الرونديل سنتيمتر تقريبا. ولهنا خديت بيضة مسلوقة وحاولت كما تراو نرفسها كما كيكة حتى كش تولي معناها اجزاء اجزاء. ولهنا البنات تخذيت زوز روس ثوم، هذوكم مسموتين مسلوقين في الماء بكعبة ملح وشوية فلفل أسود، وحطيتهم لهنا وكتراوهم يفرغوا بسهولة. الثوم خاطر معناها طايب في حقه ويبنن ياسر، نعرفوه الثوم خاصة الأكلات الشتوية على خاطر هو أنتيبيوتيك ناتوريل. ماذا بينا نكثروا شوية من الوجبات اللي بالثوم باش نجمو نقاومو الشتاء، ولو انو الشتاء سناها وسخون. وهذه البنات تحكيكا طن، ولهنا 100 غرام موتزاريلا باش تعاوننا على التماسك متاع الفارس. ندمجوهم البنات مع بعضهم، نمزجوهم لين تحصلوا على خليط متجانس، هذاك هو باش يشكل لنا الفارس متاع لي ميني ساندويتش. نكملوا البنات بنفس الطريقة ونوسعوا بالنا. وطول هنا البنات حضرت معانا الفارس. لهنا باش ناخذوا شوية حليب، له بارد له سخون، حليب عادي. ونبداو البنات نغمسوا فكا لترانش متاع الخبز بالطريقة هذه. وباش نستعمل كيما تراو الكاسات هذوما، أما ننصحك نصيحة لهنا باش ما تغلطش الغلطة متاعي، ماذا بيك تدهنوا الكاسات هذاك من اللوطة بشوية زيت باش ما يلصقش فيه من بعدك الخبز. ونحطوا فوق ترونش الأولانية أكل فارس، وبعدك نزيدو نغطيها بترونش أخرى. ومن فوق لهنا شوية موتزاريلا استحفظت بها على جنب، حطيتها باش تعطي لون ذهبي للوجه الفوقاني متاع الساندويتش. وكالعادة نكرر نفس العملية، أما ديما نوصيك باش ما تغلطش نفس الغلطة اللي غلطتها أنا. ماذا بيك الكاسات هذوما ترشهم بشوية زيت وإلا تمسحهم بشوية زيت قبل ما تحط فيهم الخبز، وتعاود بنفس الأسلوب. وهذا كشوية موتزاريلا كالعادة، وهكاكا يحضروا لي ميني ساندويتش متاعنا. هاوينو البنات أكل أصفر اللي تراو فيه هذاك سلايس جبن راهو فات للموتزاريلا، وليت التجأت حطيت شوية سلايس، وهذايا شوية زيت حبيت نزيد ندهن به الوجه متاع الميني ساندويتش باش يعطيك اللمعة ويعطيك القرمشة بعديك كي يدخلوا للفور. كيما تراو رصفتهم الكل في الطبق متاع الفرن، وتوا باش ندخلهم في الفرن على 180 درجة، والفرن يشعل من الوجهين يعني من اللوطة والشواية فرد وقت حتى كش تذوب الموتزاريلا ويولي يخلي الخبز متاعنا مقرمش وياخذ هكا اللون الذهبي كيما تراو لهنا بالضبط. هاوينو بالنسبه للزمن المخصص في الفور، انت معناها عينك ميزانك وين تتحصل على نتيجه مشابهه لهذه تنجم تخرجهم لميني ساندويتش نتاعك. ولهنا حضرت شويه ديكوردون باش نزيد نزين بهم لي ساندويتش ونزيد نعطيهم قيمه غذائيه اكثر. هذا زيتون اسود مقصوص سلايس، تنجم تستغنى عليه الجزء هذايا، وتنجم زادة تعملو هذوما طمطومات، شوية ترونشات طماطم، كيف كيف على خاطر الخضر كلها فيتامينات تعاوننا في الشتاء زادة. وهذا هي الفقوس، معناها قصيتو سلايس ترونش رهيفة بكا نقشر بها البطاطا، وثنيتو بالطريقة هذيك كيما المروحة وحطيتو في الكردون. هاكا يزيدونا جمالية منظر خاطر ديما العين تاكل قبل الفم، ويزيدونا قيمة غذائية. تو نقدموهم البنات وهما دافين سخونين كيما كاكا، يعملوا 66 كيف ويشبعوا ويقنعوا.
وصحه وبشفاء اللي جرب الطريقه، ان شاء الله تنال رضاكم الناس الكل. والوصول معايا لهنا، نرحم على والديه، بارك الله فيكم الناس الكل، يعطيكم الصحه، وان شاء الله تكونوا اوفياء في المتابعه. ونحب اللي يكتشف قناتي لاول مره يعمل طلع على باقي الفيديوهات، وماذا بيا لو يشترك في القناه ويعمل لي لايك ويعمل البارتاج باش ينفع اصدقائه كانهم حايرين في الدبارة. وحد لهنا يا البنات، وصلنا تقريبا لنهايه الفيديو، ان شاء الله الفكره تنال رضاكم واعجابكم، والى اللقاء، وموعدنا ان شاء الله في افكار جديده وفي فيديوهات اخرى متنوعه. بسلامة وفي امان الله.